يا سيد باص، بقول لك انه ثبت علميا ان المواد اللي بتحشو بيها الخلطه بتؤدي الى الاصابه المؤكده بسرطان الرئه. كلام فارغ. ده كلام اخر بحث علمي وصل من منظمه الصحه العالميه. هما سابوا حاجة ما قالوش عليها بتجيب السرطان؟ ده حتى العيش واللحمة كل دي إشاعات إشاعات؟ عشان يحببوا الناس في الجوع ويخوفوهم من العز ومنجحة المزاج. هما مين دول اللي يخوفوه؟ المكوشين على الفلوس، حبايب الاقتصاد وأعوانه. يا سيد بهز، العلم نتائجه حقيقية، ملهاش علاقة بالإشاعات، لأنه مبني على تجارب علمية واقعية. البحث اللي بتقول عليه ده مش جاي من بلاد بره؟ طبعا من منظمة الصحة العالمية. يبقى ما يركبش معانا. ما يركبش. صحة هنا غير صحة هناك. يعني ايه؟ احنا فرحنا وربنا ادانا قوة وصحة ما ادهاش لأي ناس في العالم كله. يا سلام. في حد في الدنيا بنى هرم؟ لا. احنا بنينا التلاتة بقوة صحتنا. ايه الكلام ده؟ مش مصدق؟ طب خلي واحد من بلاد بره يشرب له بق ميه من اللي احنا بنقرباحها دي، او ياكل له فرخه فالتاريخ تحنطها وشوف يحصل له ايه. يروح فيها. ما هو برضه اللي هيشربوا الخلطه هيروحوا فيها. ما حدش بيموت ناقص عمر، خليك مؤمن. الاضرار بالناس هو منتهى الكفر يا سيد باص. ومين قال اننا بتضر الناس؟ ده احنا بنبسطهم. الواقع والعلم بيقولوا كده. وفين هو الواقع ده؟ الناس ما اكتر من نمل والناموس. نقوم نقضي عليهم، نموتهم، يموتوا الستين داهية واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ خلي الدنيا تخف وتروق. يعني عاجبك الزحمة اللي احنا فيها دي؟